انا تنقول بان شركه هيك تستهتر بالمواطنين. حتى شي واحد ما تترك لينا، حتى شي واحد ما تترك لينا. وتات وعدونا غير بالكذوب. معكم رئيس جمعية الشباب الوطني فرع رياض الألفة. بالنسبة للناس ديال ليك، انتم كشركة فرنسية كان على الأقل خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار الأزمة اللي كيدوزوا بها المغاربة، وتقتضيوا بداك الشيء اللي دارت فرنسا مع الشعب ديالها أنها ما تخلصاتش من عندهم في هذا الزمن ديال كورونا. السؤال عندي واحد السؤال بغيت نعرف الجواب ديالو، اشنو معنيتك انك تقول المواطن خلص هاد الشيء؟ هذا حيف هذا كتستغلوه في وجه الكلام. نعم لكن ضرر انك تقول لي خلص هاد الشيء كيفاش؟ اشنو معنيتها انك تضغط عليه انه بزاف ديال الحوايج؟ الحاجه الثالثه، الاخ قال بان خدامين 7 شهور 24/24، هاد 7 شهور 24/24 ما ديناش معاكم. حنا ماشي كنعيطوا لكم كتجيو، عندنا واحد المشكل حنا في الازهر جوج ديال واحد ستاسيون دوغاج في سميتو مازال ما خداماش دابا، خاصها غير الكوراج، خاصها على قبل الكوراج باش تصيفطوا ناس يديروا لنا الكوراج تما كاين وتحل ديك ستاسيون مازال. عندنا لي بايب القواتس كلهم عامرين، على باش ديروا جوج سوايع ديال الكوراج؟ مسألة أخرى، أنا تنقول بأن شركة هذيك كتستهتر بالمواطنين لأنها مصيفطة لنا ريبوندور ديال سميتو، حنا خاصنا نناقشوا مع لي ريسبونسابل اللي عيرقوا لنا الحل، ماشي اللي عيوصلوا لنا الميساج. شركة هذيك بعين الاعتبار أن كاين حنا راه واحد لو نيفو دالير طالع عندنا بزاف في هذه الظرفية هذه اللي حنا خايلين بزاف أمور خايلينها بعين الاعتبار، خديناها من قبل، حنا ما تسنيناش حتى الخرعة بدينا كنتحركوا، خديناها من قبل باش نحاولوا وماكسيموم نحاولوا ما نخلطوش اشكال الزبناء ديالنا في هذه الفتره هذه. انتم كتعرفوا ان المواطن كان بارك من الخدمه تقريبا 3 شهور والناس باركين في ديورهم، كاين اللي سافر، كاين اللي مشى عند عائلته، كاين اللي سميتو، وفي الاخر كتلزموا عليه الفوتره ديال 2019 شهر 3 وشهر 4 وشهر 5. هذا لا يعقل، كنتوا على القله تشوفوا الوضعية والظرفية الرهينة اللي كاينة في هالبلاد وتراعيو لهذاك المواطن. معالي الشيخ الشوقي صحفي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنسق الإقليمي للشباب الوطني. بخصوص أخويا التدخل اللي جيت على قبله، هو أن العداد اللي كتقولوا أنتم المقاربة الشمولية ما بينكم وبين المواطنين، هادشي كنشوفوا غير كيدرون على ورق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الخرجات كنشوفوا ديال الناس المتضررين. وعندي واحد الحاله هنا متواجده معايا اللي هي الاخت فاطمه اكنين. هاد الاخت هذه العداد ديالها كنقول لك غرق بالماء، يعني لا يمكن القراء ديالو تقريبا من شهر من الحجر الصحي. وهاد السيده هذه مشات لاش هاد السيده رجعت لينا الدور ديالنا، توجهنا بالشكايه للاداره ديالكم من اجل اعاده قراءه هذا العداد. هاد السيده ملي كتردد عندكم بحكم ان الانسان شويه اللي قاري، هاد الناس نشوفوا الفئه اللي ما قارياش، اشنو هاد الناس اللي ما قاريش لمن غيلجؤوا؟ كيفاش غتقولوا نتوما عندكم وسائل التواصل الاجتماعي او تقديم الشكايه الانترنت، والناس اللي ما عندهمش الانترنت والناس اللي ما قاريش ما هو الحل ديالهم؟ كتردد على الاداره ديالكم نتوما كاشخاص او الاداره ديالكم كشخص كترفض ان الاستماع اليهم. عندنا الواد الحار دات عندنا الحجر الصحي وسادي علينا الطيور ديالنا وكنعاني من رائحه كريهه وكتسقيوني الماء والقطار وحنا بغال وكنعاني والرائحه كريهه سادة عليا داري وبعد من غير التنفس كتدخل لي شي ولا ريحه كريهه. حتى شي واحد ما تسمح لينا، حتى شي واحد ما تسمح لينا. الله يجازيكم، راني كنفلعت حيت انا مريض والريحه كريهه، تشرع لينا وبوست درتو الواتس الساكنه.
حنا بشر، حنا ما تشوفوش علينا الحساب. تتقولوا انكم تتوفروا الخدمات لهذا المواطنين هذا. حنا تشكينا في لو 22/6 على قبل الاناره العموميه اللي عندنا في شارع افغانستان، وصيفطوا لنا لا بريزون شارج، وشكينا لكم بان راه كاين المجموع ديال 60 عمود كهربائي ديال الاناره العموميه طافيه. وزيد اكثر من هذا الشيء هذا ان الاناره العموميه بولا حمراء بولا صفراء بولا قوز قزاح هذاك الشارع افغانستان. ومي تنغوتوا لكم ما تجيوش وتتوعدونا غير بالكذوب. لان تتمشيو عندكم تتقول لهم خلص وعاد دير شي كلام. هاد المواطن ما عندوش باش يخلص، لان الفتره ديال 3 شهور ما عندهمش. وباش هاد الناس تجيب واحد 1000 درهم حتى 2000 يعني، وكاين اللي مره هجانه انا كنشوف بان كيكون عندها كارثي يخرج يخلي لها واحد القدر ديال الضو. فين هاد المساعده؟ لا خلصي وعاد سيري شكي. اش نتوما ما ضامنتوش مع الشعب المغربي ولغيتوا هاد الفواتير اللي جات في الفتره ديال الحجر الصحي، مع العلم ان المواطنين ما كانوش خدامين. اما المساله ديال ان الاستهلاك التقديري جاء بالتوافق مع السلطات العموميه، وهذا التوافق راه ما مسلكش المستضعفين، راه مسلك الناس اللي عندهم العطاء. اما الناس اللي ما فحالهمش راه ما مسلكهمش.